لما كنتم وحيثما وجدتم، كما راكم تشاهدوا هذا الحذاء من نوع شركة أنيسا لصناعة الأحذية بما يعرف كما تشاهدون أنيسا شوز. وهذه الشركة يعني لست أدري منها أين هي، هل هي جزائرية أم صينية. المشكلة هذا السيد اشترى حذاء فيه مسامر كما راكم تشوفوا، شوف هذا اللون، هذا يعني شبيه أحمر، وهذا اللون هذا شوفوا شوف المسامر، المسامر هذو ما كان يدخل الإنسان يقول عايب. شوف بحال الله ما شاف، ربما جزائرية أم صينية أم إسرائيلية، والله ما نعرف كيفها. ها شوف، ها شوف هذا مسمار، زوج مسامر. اسمها المرأة اللي لبساته راح تعيد مباشرة، ها كبار، ها مسامر ماشي صغار. ها شوف، ها هم زوج هنا بيبانوها. راح نتصلوا بحماية المستهلك غدوة إن شاء الله ونشوفوا بعد ذلك يعني وش هذه هذا الحذاء مشري من السوق نتاع برج باريج، يعني نفس البطاريات كذلك نهاية الصلاحية 2018 والشركة المستوردة بلد منشا صينية، ولكن شركة في العاشور بالجزائر العاصمة. المهم البطارية نشريهم ما يمشوش، والحذاء شرى السيد في مسمار. ولكم تعليق أحبتي، السلام عليكم.